السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم صوص الشوكولاتة بتاع ماي واي. خليكم بقى معانا عشان نشوفه هنعمله ازاي. دلوقتي يا بنات عشان نعمل صوص الشوكولاتة عايزين طبعا كوباية من اللبن 100 مللي، وعايزين علبة صوص شوكولاتة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هو صوص الشوكولاتة ده سهل وبسيط ومش محتاج حاجة. بصوا هنا بيبقى مكتوب عندنا المقادير، عايزين كوباية لبن على كيس الشوكولاتة. يلا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي. بصوا كده دلوقتي عندي حلة هنا على النار فاضية، هفضي فيها كوباية اللبن بتاعتي. بسم الله اهي كده، وهحط عليها كيس الشوكولاتة البودرة ده. هحاول بس هفتحه بس الأول معاكم. بصوا كده انا فتحته اهو بالشكل ده. دي صوص شوكولاته بالبندق. يلا بسم الله. بصوا بقى احنا ده بنحطه على النار لحد ما يغلي، وبعدين بننزله من على النار ونحطه في الثلاجه. شايفين بقى بقلبه على طول. بص انا بقلبه كويس جدا عشان الحاجات اللي فيه دي، الخرز اللي فيه ده مش هينفع ان انا اعمله كده، لازم يفك كله معايا عشان لما اجي اعمله الاقيه سايل كده وحلو، ما لقوش فيه مخرز كده وبشكله مش حلو في الكيك. لو شايفين كده بيبدأ يفك معايا، هسيبه طبعا لحد ما يغلي. انا بحاول بس ان انا اقلبه كويس عشان يبقى حلو كده معايا، ما يبقاش فيه خرز ولا حاجة. بصوا بقى كده هسيبه بقى كده لحد ما يغلي. بصوا ده من الشوكولاته اللي كانت فيها. بصوا اهي بيبدا الحروف بتاعته بتبدا تغلي. بصوا انا بقلبه من تحت بس عشان ما يلزقش معايا من تحت. هو بيبدا اهو يغلي. شايفين كده هو سهل وبسيط، ويعني ومش محتاج اي حاجة، وفي نفس الوقت مش مكلف ولا حاجة. البتاع كله يعني تقريبا ب6 جنيه ولا ب7 جنيه، يعني مش حاجة خالص، بس بيوفر لي بقى بدل ما اجيب كريم شانتيه وحاجات من دي بستخدمه هو. او لو حابة ان انا اغير مثلا، عندي كريم شانتيه بس عايزة اغير بستخدمه هو. شايفين كده عامل ازاي؟ اهو بصوا بيغلي كده معايا دلوقتي. بصوا اللي في الجنب عمل ازاي، نشف. معنى كده ان هو ما اسيبه يبرد شوية ولا بعد ما يغلي شوية هلاقيه مسك يعني بقى كويس معايا، بقى قوامه مظبوط معايا. بصوا هو كده بيغلي، هطفي عليه بقى. هو المفروض اول ما يغلي نطفي عليه، فانا هطفي عليه بقى دلوقتي وهحطه في حاجه وهدخله معاكم الثلاجه. هسيبه بس يبرد الاول، بعدين احطه في حاجه عشان ما يبصش، عشان ما يكسرش الحاجه اللي هحطه فيها. خليكم بقى معانا نشوف بعد ما يبرد هنعمل فيه ايه. بصوا يا حبايبي، وده كده شكل صوص الشوكولاته بعد ما اتعمل. شايفين بقى عامل ازاي؟ انا طبعا هعمل بيه كيكات بقى، وهوريكم شكله في الكيك عامل ازاي. يا رب بقى صوص الشوكولاته بتاعنا يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم كده وتلاقوه سهل. شايفين بقى عامل ازاي؟ شايفين شكله اهو، شايفين عامل ازاي سائل كده. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة واللايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد.